خالد بيه، انا شايفك تعبان قوي ولازم تقوم تروح دلوقتي. انت مش عارف ليه قصار؟ عاوز مني ايه؟ عارف يا باشا، بس انت شوف داخل على كام يوم مطبق. الصح دلوقتي ان انت تروح تنام شويه وتجيني فايق. مفيش وقت، قدامي اقل من 48 ساعه ولازم اسلم الشغل، انت عارف. يا باشا انت بتقول لي انا الكلام ده، ما انا عارف، بس انت بصراحه شكلك معمي، شكلك تعبان جدا ومرهق، ولو كبرت بقى بصراحه وحاولت تشتغل، سوري في اللفظ يعني، مصطفى. لا يا باشا انا اقصد هتعك يعني. افتكرت. واللي هو صار انت عارف واقف لك على الواحد، فانا شايف ان انت تروح دلوقتي تنام وتاخد شاور كده وتظبط نفسك، وانا هقفل لك الشغل. انت شايف كده؟ طبعا يا باشا. حاضر، اسمع كلامك، هقوم اريح. يعني اول ما اصحى اكلمك على طول. تمام سعادتك. خالد بيه انت نمت؟ خالد بيه باشا انت نمت سعادتك، اقسم بالله نمت. هو انا ما ينفعش يا مصطفى رايح الهوت بدل ما اروح وكده؟ لا يا باشا ما يصحش تنام ايه قدام العساكر والناس، هي ما يصحش. انت تروح زي ما بقول لك كده، تاخد شاور وتغير هدومك وتعمل لنفسك كده ايه ريفريش رينج. ماشي، انا متشكر قوي يا مصطفى. باشا خيرك علينا، ده انت اخويا حبيبي. تمشي كده. طيب بكمل انت السيجاره دي. اكمل. وبطلب قهوة أو شاي على حسابي، ما يهمكش. على حسابك إيه سعادتك؟ إحنا هنا خالد، أقسم بالله ده ما أسلوب.